من القانون التنظيمي للجامعات لا سيما الفقرة الثانية التي تنص على أن المجلس يجتمع في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية. إذا تقريبا كيكلف واحد 100 مليون بين مصاريف الرئيس وتعويضاته وتعويضات المستشارين، على الأقل هادشي كيعني واحد شوية يتدبر، لأن كتبان لي مجموعة من النواب ديال الرئيس ما محتاجينش هادشي وهما كيقولوها بنفسهم، ومجموعة من المستشارين راه ما محتاجينش هادشي. هاد 100 مليون عندنا اللي كل عام غادي تخسر على تعويضات ديال النواب الرئيس وديال الرئيس وديال المستشارين، راه يمكن نديروا بها مشروع، راه يمكن نفذوا بها مشروع كل عام مشروع. وشكرا. كاين مرجان اللي حطات 1150 بقعة في المدينة الأسفي، 1150 بقعة يعني راه مدينة حطات في المجلس السابق بتاع بالحال، وما استفادش المدينة، ما استفادش الخاتمة والمالية ديال الجامعة. واش حدا خرج الجامعة من هذيك 1150؟ نهضروا على القيمة المالية. والو مدينة تحطت حدا قرية الشمس ولا مبارك ديالها عندي والو، غير المالية ديال الجامعة والو. اليوم غنقول لها سيكون حديقة. لا أنا وقف لها المية ديالها حتى تكمل المية ديالها، ولا كانت شي إجراءات يمكن نديروها معاها نديروها معاها. لا رئيس كتقول السيدة ودخلت المنزل بقى في الحال، ما غير نقول كوفي ما كانش الكورس، لقيت الحالة في كورس نص متر ولو يدار تيوب ديال الذهب مليون و 32 ألف ريال، مليون و 32 ألف ريال اللي كاينه في الدوفي. هاد الإشكال سيد الرئيس كنتمنى نحلو مسؤوليتنا كاملة. لا غادي صراحة كارثة، وأنا عضو لجنة المسؤولية الإدارية ديال الرئيس كنتحمل المسؤولية، ولكن كون حط الأمور في النصاب ديالها. راه لا راديس رخينا هاد الساكنة بقا كتهزر فيهم، راه ما كاين غير الدوبي واصل. أشعر بالإهانة، أشعر بالأذلة ملي تنولي نفاوض شركة أو مؤسسة داخلة بغادي واحد المشروع على أنها تخد لي جرة. بالمقابل عندنا مؤسسة عملاق بحجم لوسيبي، وانا تنقول اليوم داز السنه حتى حاجه ما استفدتها مدينه اسفي من لوسيبي. نكون واضحين، انا تقييمي الشخصي من انتماء الى المجلس نقول ان لوسيبي واحد المؤسسه لا تستثمر في اسفي، شانها شان مجموعه ديال المؤسسات. سي عزيز تكلم على غاديس، هذه المؤسسه تخلق التوا ديالها ولكنها لا تخلق تبيه داخل مدينه اسفي. اليوم انا تنظن ان حال الاول اننا نجلسوا كمجلس ونقول انا واحد نسميها تقييم موضوعي ديال دور المؤسسات في خط التنميه داخل المدينه. خاص الاداره الجماعيه تقوم باللازم ديالها، انا اقولها على مسؤوليتي. عندنا موظفين للاسف قزايره كيقزروا في المواطنين في واحد المجموعه ديال المجالات، خاصنا نتحملوا المسؤوليه ديالنا معاهم. عندنا موظفين اشباح ما يمكنش يزيدوا يستمروا، 1400 موظف شنو هو الاثر ديالها على المدينه؟ شنو هو الاثر ديالها على الخدمات ديال المدينه؟ ما يمكنش الجامعه فيها 1400 موظف نمشي نبغي ناخذ ليكستري ونتسنى يومين، ما يمكنش. هاد اللي فرض تحملات خصنا فيه نوقفوا على الحيثيات ديالو. طريقه اشتغال القسم البيئي غير معقوله، ما يمكن ليناش يبقى عندنا موظف واحد كيدير المراقبه. خصنا سيستيم ديال الرقابه شمولي اللي اساسي فيه هو تجويد الخدمات ديال النظافه. قصدي به دابا انا كنتكلم على واحد المجموعه ديال الاتفاقيات وديال الدراسات، وحنا عندنا واحد الشركه انا في اعتقادي ما كديرش الخدمه ديالها. بدات في الاول من خلال المتابعه المباشره اللي دارها الرئيس، ولكن في واحد اللحظه ديال ثلاثه اشهر قبيل الانتخابات انا اتمنى انه يكون الهدف الاساسي من هذا التوقف هو اللحظه ديال الانتخابات وانتهى، ويجيو الناس يديروا الخدمه ديالهم. احتلال الملك العمومي، انا جيت الحديقه ديال الحسن الثاني، من غير المعقول الراجل كيخلص 600 متر وكيستغل 3150 متر، شكون هو يوفقك الله؟ ومن وغيره بزاف. هذا الشيء يا اخوان اعضاء المكتب والاخوان اعضاء المجلس راه مسؤوليه كبيره علينا، خاصنا نتحملوا فيها المسؤوليه. شكرا رضا. وقع اخر متدخل تفضل السي يوسف.